ممثل صاحب الفخامة الرئيس الفلسطيني، ممثل دورة رئيس مجلس النواب، ممثل دولة رئيس مجلس الوزراء، صاحب المعالي أصحاب المعالي، ممثلي صاحبي السماحة مفتي بيروت، مفتي لبنان ومفتي طرابلس، أصحاب السعادة والسيادة، الأخت العزيزة ست الكل ليلى، أيها الحفل الكريم، نلتقي اليوم لإحياء ذكرى رجل عايش الحلم العربي وتبناه، رجل عاصر الكبار من أساتذة ومفكري العرب، رجل ناضل قولاً وفعلاً منذ تخرجه طبيباً وحتى آخر لحظة في حياته، رجل سلك أكثر الطرق وعورة واضعاً نفسه بتصرف الناس ليلاً ونهاراً، إنساناً ملتزماً بمبادئه دفع كل الأثمان الممكنة فتعرض لمحاولات الاغتيال وعاش الهجرة القصرية وواجه النكبات والمكسات والانكسار فزادته اتساقاً وثباتاً وقناعة بما آمن به. دكتور عبد المجيد الطيب الرافعي رحل وتركت إرثاً ستتوارثه الأجيال المقبلة من أبناء مدينتك طرابلس إلى كل لبنان فكل العرب ليتعلموا كيف يكون التمسك بالمبادئ كالقبض على الجمر. أيها السيدات والسادة، بما أننا نحيي ذكرى المناضل للدكتور عبد المجيد الرافعي، يجب أن نعترف أن من أبرز نقاط التحول في المنطقة كان سقوط بغداد الذي أعد له بدهاء شديد، ونحن الآن نعيش تداعيات هذا السقوط من المحيط إلى الخليج. لقد تحولنا بشكل أو بآخر إلى شيع وأحزاب وقبائل متناحرة، وهو مشروع معروف منذ السبعينات للقرن الماضي، لكنه أخذ عقوداً للتنفيذ. ليس في هذا المشروع رابح عربي أبداً، بل مجموعة خاسرين أنهكتهم الصراعات والاستفزازات البشرية والمجتمعية والمادية والاقتصادية. لم أكن يوماً من المتشائمين أو من الذين يروجون للتشاؤم، لكن أصل العلاج تشخيص العلة، والعلة تكمن هنا في انجرارنا إلى هذه الصراعات التي أبعدتنا عن قضايانا الكبرى، والتي سمحت للاحتلال الإسرائيلي خاصة وبكل أشكاله أن يتعدى على المقدسات الإسلامية والمسيحية وأن يختال في ساحات القدس والأقصى الشريف. وكم كبرت قلوبنا بسماع حناجر المقدسيين وهم يحمون الأقصى من التدنيس بلحمهم الحي وصدورهم العارية. هذه الصدور كانت مليئة بالإيمان والمبادئ، هناك يلوح الضوء وبصيص الأمل، فالقدس تجمع جميع الناس وكل الأديان والمذاهب على قضية حق أرادوا تحويلها إلى باطل، وأرادوا أن يستغلوا وهن الأمة للاعتداء على وحدة وعلى واحدة من أهم مقدساتهم، أولى القبلتين وثالث الحرمين. أيها الحضور الكريم، إننا حقاً نفتقد الدكتور عبد المجيد، ونحتاج إلى أمثاله من المتنورين والمثقفين والقادة لتصويب النقاش والعودة إلى أساسات الصراع في المنطقة، عين القوى الكبرى على ثروات منطقتنا، ونسب البطالة والفقر والأمية إلى ازدياد بحسب كل التقارير المحلية والدولية، والثروات الطبيعية لن تدوم إلى الأبد. فما نحن بفاعلين؟ هل علينا أن ندور في حروب داحسة والغبراء حتى نفنى؟ ألم يحن الوقت لوضع نقطة على آخر السطر والانتقال للتفتيش عن الأمور المشتركة فيما بيننا بدل الغوص في صراعات عقيمة؟
لقد أدرك الدكتور عبد المجيد رحمه الله تلك الوقائع وتشبث بالمبادئ الأساسية وترفع عن الأحقاد والمناكفات، فكان مثالاً لنموذج الرقي السياسي وللرجل الوطني والقومي. هذا الرجل الذي لا تنسيه التفاصيل الأسس، فدعا على الدوام لوقف الصراعات الجانبية والهامشية على المستوى القومي. أما على المستوى الوطني فالتفتيش عن حلول لقضايا الناس كان هاجسه، وهذا هو هاجسنا اليومي ومحور عملنا. أيها الحضور الكريم، بعيداً عن المشاجرات والمناكفات، يعيش لبنان سلسلة أزمات بنيوية تطال جميع الناس فيه. فالأزمة الاقتصادية والاجتماعية خانقة، وقضايا الهدر والفساد والماء والكهرباء وزحمة السير تستهلك ربع الدخل القومي دون آفاق لحلول. لقد آن الأوان أن نضع بهدوء ومن دون مناكفات خططاً هي بمتواليات شرط توافر النوايا الحسنة والإجماع الوطني على ضرب رؤوس الفساد في البلد ورؤوس الهدر، ووضع خطط قابلة للتنفيذ لرفع الضغوط عن كاهل المواطن. إن قوة لبنان باحترام دستوره واحترام الاستحقاقات الديمقراطية فيه واحترام المرجعيات لبعضها البعض ولصلاحياتها، وما نشهده الآن من ضرب الاستحقاقات الدستورية يؤشر إلى احتمال ضربها في أي لحظة لمصلحة من هم في السلطة اليوم الآن، وهذا أمر يعزز فقدان ثقة الناس بالطبقة السياسية عندما يراها تضرب عرض الحائط بالاستحقاقات الدستورية تارة والمؤسسات الدستورية طورة. احترام الاستحقاقات واجب دستوري، والفصل بين السلطات واحترام صلاحيات كل سلطة وكل مقام يعطي الأمان لجميع اللبنانيين، فينتفي الشعور بالغبن أو بالتعدي على فئة من اللبنانيين. أيها الحفل الكريم، طرابلس الفيحاء التي أنجبت دكتور عبد المجيد الرافعي بأخلاقه ومناقبيته وعروبته تضم خيرة الرجال والقيادات، فشعبها طيب بالفطرة وعروبي بالانتماء ووطني بالتمسك بثوابته الوطنية وبانتمائه لدولة ترعى الجميع على رغم الإجحاف الذي لحق بالمدينة وأهلها. طرابلس لا يمكن أن تكون مسؤولية فرد أو جماعة، بل هي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، من لبنان، وعلى كل لبنان بقيادته وحكومته أن يكرس دوراً لهذه المدينة العظيمة لتكون لؤلؤة على شاطئ المتوسط. وأنا اليوم أستذكر كل الشعارات التي رفعها الدكتور عبد المجيد في الستينات والسبعينات، والتي كان يطالب فيها الدولة اللبنانية بالقيام بواجبها لتعزيز دور طرابلس الاقتصادي والقيام بواجباتها الإنمائية. لقد أدركنا مع الدكتور عبد المجيد أن الأفراد لا يمكن أن يحلوا محل الدولة، لذا ومن على هذا المنبر وباسم تاريخ الرجل وحاضرنا نطالب الحكومة بتنفيذ مشاريع وصرف أموال رصدت لمدينتنا طرابلس، ومطالبتنا وطنية وليست فئوية، فلبنان لا يتعافى إذا مرض طرف من أطرافه، فكيف إذا مرضت واحدة من أهم مدنه وأرقاها وأعرقها؟ أيها الطيب المترفع الرافعي، يا عاشق العروبة، يا ضمير طرابلس ورمز نضالها، كنت وستبقى نموذجاً لأصحاب المبادئ ومحبي أهلهم وبلدهم وأمتهم، وسنعلم أولادنا كيف يكون العطاء والتضحيات. رسالتك أمانة في أعناقنا جميعاً وأعناق أهلك ومحبيك، وخاصة زوجتك الفاضلة الحبيبة الأخت ليلى. وأننا للرسالة لحافظون، والسلام عليكم ورحمة الله.